المحافظة تحملت ما تحملت لنبذ العنف وحصر السلاح بيد الدولة ودعم التظاهرات. أقامت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية في مضارب عشائر الغزي مؤتمرا عشائريا لبحث حل النزاعات العشائرية بطريقة سلمية، إضافة إلى تفعيل بعض القرارات الخاصة بالقضاء على السلاح المنفلت وتجريم الدقة العشائرية ومحاسبة مرتكبيها ودعم التظاهرات السلمية. واليوم احنا ثقفنا على تجريم الدقة العشائرية ان شاء الله اعتبارتنا من قانون مكافحة الارهاب، وعدم اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية المفرحة والمحزنة، وكذلك عدم الاعتداء على موظفي الدولة وخصوصا ابنائهم من الازلة الامنية، للعشائر العراقية الكريمة هم صمام امان العراق وهم السند والظهير القوي لابنائهم من الازلة الامنية. الهدف من هذا المؤتمر هو توحيد كلمة شيوخ العشائر ودعمها للقوات الامنية من خلال نبذ المندسين اللي يريدون يعكرون اجواء المظاهرات الموجودة في محافظة ذي قار. المجتمعون شددوا على ضرورة أخذ الأجهزة الأمنية دورها الفعال في ضبط الأمن وتشخيص المسيئين وتقديمهم إلى العدالة، فضلا عن تنسيق الجهود والتعاون مع الأجهزة الأمنية ووجهاء العشائر، الذي أصبح من الضروريات الملحة لوقف النزاعات المسلحة التي تحدث في ذي قار. وترتيبات مؤتمرنا هي لمساندة قواتنا الأمنية ومساندة القانون. واليوم الشيخ أو شيخ العشيرة عليه أن يوضح لأفراد عشيرته ولمجتمعه، لأنه صاحب رأي وصاحب كلمة، أن يوضح أنه لابد أن نكون مع القانون. السلاح غير منفلت، سلاح بيد الدولة، ومساندة المتظاهرين في حقوقهم المشروعة للمتظاهرين ولدنا. ودعا المؤتمر إلى أهمية دعم الجهات التنفيذية والقضائية في تطبيق القانون دون محاباة، وتشكيل لجان مشتركة لوضع حد لجميع الممارسات العشائرية المرفوضة من قبل القانون والأعراف. لقناة الفلوجة الفضائية سعد الركابي، ذي قار.